السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الوحدة الأولى تكلمنا فيها عن الدولة الأموية وجهود الدولة الأموية وخلفاء الدولة الأموية. في هذه الوحدة سوف نتناول سويا الدولة العباسية والدول المتتابعة بعدها. الدرس الأول يتحدث عن الدولة العباسية وأبرز خلفاؤها. في بداية الأمر، متى نشأت الدولة العباسية؟ ظهور الدولة العباسية كان مع مطلع القرن الثاني الهجري على يد محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. ولذلك لنا السؤال: لماذا سميت هذه الدولة باسم الدولة العباسية نسبة إلى العباس عم النبي، العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي؟ بدأ هذا الرجل الذي ينتسب إلى العباس عم النبي هو محمد بن علي بن عبد الله في تنظيم حركة لتولي الحكم، واستغل الفتن والمشكلات التي كانت تمر بها الدولة الأموية، فاتخذ من قرية الحميمة قرب العقبة أي الأردن مقرا لإقامته وممارسة نشاطه في إنشاء هذه الدولة، ثم اتخذ مدينة مارو بإقليم خراسان مركزا لانطلاق نشاطاته الدعوية والعسكرية. هنا يظهر أمامنا خراسان مارو، النقطة التي اتخذها هذا الرجل مقر لممارسة نشاطاته في إنشاء الدولة، وتقع في إقليم خراسان. نسب العباسيين، ينتسب العباسيون إلى عم النبي العباس ابن عبد المطلب. هذه الدولة نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول وهو العصر الأول، عصر القوة والازدهار، مدة حوالي 100 عام، بدأ من عام 132 من الهجرة وانتهى عام 232 من الهجرة، واتسم بالقوة والازدهار والتقدم والرقي في العلوم والفنون والعمارة الإسلامية والفتوحات الإسلامية. أما العصر الثاني فهو عصر الضعف والانحصار. استمر هذا العصر من 232 إلى 656 من الهجرة، إلى أن سقطت هذه الدولة على يد المغول وتم قتل آخر خلفائها المستعصم بالله. هذه الدولة استمرت حكمها حوالي 524 عام، وتولى فيها 37 حاكما أي 37 خليفة. أولهم أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي، وآخرهم المستعصم بالله، وكانت كنيته المستعصم بالله، أما اسمه عبد الله بن منصور. هناك في هذه الدولة خلفاء عباسيين برزوا وكانت لهم سلطة ونفوذ، وكانت لهم بعض الأعمال التي أدت إلى ارتقاء اسم الدولة العباسية وبروز اسم الدولة العباسية. ولعل أهمهم أبو العباس عبد الله بن محمد، أبو جعفر عبد الله بن محمد أبو جعفر المنصور، محمد المهدي، هارون الرشيد. في بدء أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي حكم مدة 4 سنوات، ولكنه كان شديدا قويا، استطاع أن يثبت الحكم وقضى على الأمويين والمعارضين له، ولذلك لقب بالسفاح. بنى مدينة الهاشمية في الأنبار، أين توجد الأنبار؟ في جمهورية العراق الآن، وجعلها عاصمة للدولة العباسية. ولكن بعد ذلك تم تغيير العاصمة إلى بغداد عندما بناها أبو جعفر المنصور. قام هذا الخليفة بوضع منارات وعلامات على الطريق بين مكة المكرمة والكوفة، الكوفة هي موجودة في العراق أيضا، يهتدي بها الحجاج والمسافرون. ولد بالحميمة ونشأ فيها، ثم انتقل إلى الأنبار بالعراق، وتوفى في مدينة الأنبار عام 136 من الهجرة، وقد عهد بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور. ثم نأتي بعد ذلك إلى أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد، حكم من 136 من الهجرة إلى 158 من الهجرة. ولد بالحميمة وهو ثاني خلفاء الدولة العباسية، ويعتبر المؤسس الحقيقي للدولة نظرا لطول فترة حكمه، واتصف بالحزم وقوة الإرادة والاهتمام بإدارة شؤون الدولة، وقد حكم حوالي
22 سنة تمكن فيها من تثبيت أركان الدولة وتوطيد الأمن والأمان فيها وتنفيذ كثيرا من الأعمال الحربية والعمرانية والحضارية. توفى وهو في طريقه إلى مكة المكرمة للحج عام 158. أهم أعماله بناء مدينة بغداد، فكانت له أعمال حضارية من ضمنها بناء مدينة بغداد، وشهدت هذه المدينة توسعة بعد ذلك في عهد هارون الرشيد. توسعة المسجد الحرام، وكانت من أهم أعمال الخلفاء الاهتمام بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أيضا قام بإنشاء بيت الحكمة. بيت الحكمة هو عبارة عن مكتبة تضم آلاف الكتب، وكان العلم في عهد الدولة العباسية له اهتمام من الخلفاء مباشرة، حتى وصلت أن هناك بعض الخلفاء كانت تزن للعلماء الكتب والمؤلفات التي يقوم بتأليفها وزنها ذهبا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.